عاد وفد فريق بولودية بجاية اليوم إلى أرض الوطن قادما من المغرب بعد اقتطاعه تأشيرة التأهل إلى نهائي كأس الكاف، وكان في استقبال وفد البوب بمطار هواري بومدين الدولي وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، أين أبدى الطاقمين الفني والإداري واللاعبين سعادتهم بما تحقق وعيدين بجلب الكأس في النهائي. بدر الدين حجي. فرحت كل جزائري اليوم بهذا التأهل للكأس النهائي تاع الكاف، والشكر والعرفان لكل الفريق. Donc c'est une qualification historique pour le club et on représente l'Algérie cette année. On est les seuls d'ailleurs qui représentent l'Algérie et le drapeau algérien il a triomphé. رغم كل المشاكل اللي راهي داخل الفريق، ولكن يعني الحمد لله اللي راهم واقفين، وان شاء الله بربي لما لا، بما اننا دوكي تلحقنا لا فينال نقدروا نطمعوا كذلك باش نجيبوها لما لا. جي لونور باش ماركي البيت هذاك، بصح حنايا السكري تاعنا سي لو جروب، مالغري الامكانيات ومالغري المشاكل اللي عانى فيها الفريق المده الاخيره. الكاليفيكاسيون هذه ما جاتش بالسهل، جات بتعب كبير، جات فضل ربي سبحانه، جات فضل الانصار كامل اللي ساهمونا. مالغري اونكيسينا امنا بالحظوظ تاعنا حتى الدقيقه الاخيره. ونشكر كاع اللاعبين والطاقم الفني والطاقم الاداري.